بكل صراحه احنا سنعرفوا السي الحسين، سنعرفوا الطريقه باش 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 يدرب، الطريقه باش يمشي. مشى غادي بواحد واحد الخط التصاعدي بشويه بشويه حتى وصلنا لا فينال باش نكونوا واجدين. كانت واحد الاجواء اللي هي اخويه بكل صراحه في المنتخب الوطني بكل معنى الكلمه، كل شيء كان متضامن باش نقدروا نوصلوا لهذا الهدف، والحمد لله على هذا الهدف هذا اللي وصلنا ليه ثاني مره على التوالي. تنظن بان احنا ثاني بلد اللي تنربحوا الشان جوج مرات، ولكن على التوالي اول بلد. تنظن بان تيبين تيبرهن بان البطوله ديالنا عندها واحد القيمه كبيره في افريقيا، وعندها الكلمه ديالها تقولها. ونتمنوا ان شاء الله لي ريزولتا ولا النتائج ديال ليكيب ا تكون هي في هذا المستوى هذا، تا هما غاديين في هذا الاتجاه الحمد لله، تا هما عندهم نتائج مزيانه في الاقصائيات ويمشيو لاكان العام الجاي ان شاء الله في الكاميرون.